السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو الثاني من فيديو من سلسلة برنامج أرك السواد، هو تحضير. احنا لحد الآن بتحضير البيانات ضمن الهيدرولوجيك ريسبونس يونت في أناليسيس. هسه احنا حضرنا اللاند يوز، عرفنا شلون كملنا. نجي على السويل، سويل العفو السلوب، السلوب أسهل، فراح نسوي السلوب. العفو السلوب من نروح عليه، طبعا ما يطلبون عندك خريطة ولا كل هاي التصنيفات، فقط انت على اساس الدم اللي دخلتها الديجيتال اليفيشن موديل، راح يعني بعدين راح نتناولها شلون نسوي الووتر شيد ديلينيشن وغيرها. فراح تروح انت تقول الووتر شيد او الووتر شيد سلوب ستيت، يعطيك الماكس والمينيمم، فتختار اول شيء تملط سلوب، بعد ذلك يقول لك ايش كت نمبر اوف سلوب كلاسز. ها طيب اوكي، ست انا يعني هذا منين اذا اجيبهم؟ هسه ابين لك منين بدك تجيبهم. منها هسه دار اني مثلا رحت اختاريت خريطة السلوب، انا مسويتها مسبقا ونزلت فيديو بالقناة how to create او how to appear the slope of your digital elevation model، تقدر تراجعه وتعرف انت شلون تقدر تسوي خريطة السلوب. فهنا هسه عندك انت تروح على المكان اللي انت مخزن بيه السلوب الخاص بمنطقة دراستك، فتختاره تلقائيا، بعدين تدخل عليه، تروح على البروبرتيز. بما انه ما ظهر خلي اقول له زوم تو لاير، جر انبرسم ليا بالاسفل، يقول لي انه دراونك حاليا، فاروح على البروبرتيز، اروح على السيمبولوجي، السيمبولوجي فهنا انا تختار كم تصنيف عندك على كلاسيفايد، تروح على التصنيفات كم تصنيفة تريد انت عندك هنا 5، فتروح تنطي 5. منين تصنيفاتك تبلش؟ من 0 إلى 2.8، من 2.8 إلى كذا. فأنت مجرد ما تقول له إنه هاي التصنيفات عندي، يقول لك اختار لي نمبر أوف سلوب كلاسز، إيش قد عندك مثلا 5 أو ممكن 4، راح يفتح لك 5 خيارات. شرد من عندك تدخل؟ يقول لك بالكلاس الأول أول صف ايش عندك، شنو هو الابر ليميت، ما هو الحد الاعلى. تروح لهنا تلاحظ تشوف الحد الاعلى شنو هو 2.8، بس هو يريد من عندك الارقام ديزمال يعني انتجر، فتروح تقول له مثلا 2 من 0 إلى 2. مجرد ما حتنطي هنا 2، بس تنطي 2 تقول له اد ضافها لك، ضافها هنا هي كحد اعلى وانطاها هي هنا نفسها كحد اقل. فانتقل هسه للكلاس الثاني، اغير منه اقول له 2، راح يطلب من عندي الرقم الثاني، مثلا على فرض موجود الرقم الثاني هو 5، فاقول له اد ضاف ليها 5 هنا وصارت هي نفسها بالكلاس اللي بعتها هي اللور ليميت. بعد ذلك احول منها على الكلاس الثالث وهكذا، انطي الارقام اللي يعني مو عبطا وانما اخذها من خريطه السويل ماب الخاصه بمنطقه الدراسه، فتحدثهم انت الى كلهم. بعد ذلك بما انه تخلصهم يعني 5 تقول له ريكلاسيفاي، وبهاي الحالة تكون انتهت من السلوب. السلوب لا يحتاج سويل ماب، لا يحتاج العفو ماب لاير هنا تدخلها مثل لاند يوز داتا والسويل داتا، ولا يحتاج الكاب تيبل، فقط تحدد له الأصناف ومنين يبلش إلى أين ينتهي، تقدر تستفاد من خريطة السويل داتا. فبعد ما أنه تنهي هذا الشيء تقدر أنت تستدعيها هنا وتغيرهم بالألوان اللي تريدهن، يعني هذا الشيء يكون نوعا ما راجع لك انت بالتغيير والاضافة. فان شاء الله تكون محاضرتنا لهذا اليوم يعني واضحة انه كيفية اضافتها. ان شاء الله يكون هو الفيديو الثاني من سلسلة برنامج ارك سواد ضمن يعني الهيدرولوجيك ريسبونس يونت، انه انا حاليا مدى اشتغل بالارك سواد فقط دا احضر البيانات اللي احتاجها، حتى من اشتغل الارك سواد تكون كل البيانات عندي جاهزة، يعني ما ابقى انه اني اسوي مثلا ووتر شيد ديلينيشن واني انتقل للخطوه اللي بعدها والبيانات ما متحضره. لا، اول ما يشتغل الطالب على تحضير البيانات يتعلم الجي اي اس، لان هاي يستغرق وقت بالجي اي اس كثيرا. فهسه احنا لحد الان حضرنا اللاند يوز وحضرنا السلوب ديفينيشن، هاي خريطه السلوب تقدر تخليها بالالوان اللي تحتاجها. فتكون هاي محاضرتنا لهذا اليوم، انه هاو تو مثلا نسميها هاو تو كرييت او هاو تو بريبير السلوب ماب
او السلوب ماب اوف يور ستدي اريا الخاصه بمنطقه دراستك، هنا شلون نقدر نحضرها. ما نحتاج نرجع، هو الاسهل هو السلوب ديفينيشن، ما نحتاج بي لما ندخله هنا ضمن الاركسوات، لا نحتاجه كخريطه ولا نحتاجه كلوك اب تيبل. عكس اللاند يوز نحتاج خريطه ولوك اب تيبل، والسويل نحتاج خريطه ولوك اب تيبل. هنا فقط تصنف التصنيفات حسب التصنيفات، ممكن ثلاثه. طيب انا ممكن اقللهم؟ اي نعم، تروح للخريطه الرئيسيه اذا انت تريد تقلل الاصناف، تقول له بروبرتيز، تدخل على نفس السيمبولوجي فمنها تختار الكلاس، تقدر تقلل. اذا اختارت اربعه قل له كلاسيفاي، صنف لي اياهم على اساس اربعه، راح يصنف لك اياهم، فيقول لك تقول له ابلاي سوى لك اياهم اربعه، فيقول لك منيت بل. يعني انت تقدر ايضا تتحكم بالتصنيفات، يعني دام مطيك مثلا تسع تصنيفات راح يكونون كثيرات مثلا، فتحدد. او انت ممكن تريد تزيد التصنيفات، تحس انه مثلا اربعه او ثلاثه يعني قليلات، فمنها تغير تختار كم تصنيف مثلا خاص بمنطقه الدراسه، خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه، او ممكن تقلله. هذا يكون الشيء راجع لك، او هو مو راجع لك شخصيا، وانما حسب دراستك انت ايش تتطلب دراستك، الاسلوب والمي ياثر بها. اذا كانت ضمن يعني الاعمال المساحيه والجيوماتيك او الاعمال الهيدرولوجيه، الاسلوب يكون له تاثير في الجابيه غيرها، جريان المياه بالانهار، فراح هنا نتحدد بالتصنيفات انه انت ايش قد تحتاج. فتكون محاضرتنا ان شاء الله لهذا اليوم واضحه. اذا عندكم اي سؤال او استفسار راسلونا على الايميل او تتركونا بكومنت على القناه، وان شاء الله نتواصل وياكم ونجاوبكم. نلتقيكم بمحاضرات قادمه اخرى. دمتم بامان الله وحفظه.